رجال الله رجال الله يعينونا بعون الله رجال الله رجال الله يعينونا بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد السادات ونور الموجودات، يا من هو الملجأ لمن مسه ضيم وغم وألم، يا أكرم الوسائل إلى الله تعالى، يا أقوى المستند أتوسل إلى جنابك الأعظم بآل السادات وآل الله وآل بيتك الكرام، لدفع ضر لا يدفع إلا بواسطتك، ورفع ضيم لا يرفع إلا بدلالتك، بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، نبي صديق سلمان قاسم جعفر طيفور أبو الحسن أبو علي يوسف أبو العباس عبد الخالق عارف محمود علي محمد بار السماسي، سيد أمير الكلان خاجراتي النقشبند على الدين يعقوب بيد الله محمد زايد درويش محمد خاجك الأمكنكي محمد الباقي أحمد الفاروقي محمد ناصور سيف الدين نور محمد حبيب الله عبد الله الشيخ خالد الشيخ اسماعيل خاص محمد الشيخ محمد افندي اليراضي سيد جمال الدين الغنوكي الحسيني ابو احمد السغوري ابو محمد المدني سيدنا الشيخ شرف الدين الدوستاني سيدنا مولانا الشيخ عبد الله الفائز الدوستاني سيدنا مولانا سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني امام العارفين امان الحق لسان المتكلمين عبد الله السخاوي عارف الطيار المعروف الحار برهان الكرماء غلط الانام يا صاحب الزمان ويا صاحب العنصر يا جبريل يا ميكائيل يا اسرافيل يا عزرائيل يا منكرين ونكيرين يا سيدنا طبيب الكرو يا سيدنا عيسى يا 124,000 انبياء ومرسلين يا ابا ايوب الانصاري يا رئيس القرن سيدنا ابا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي يا سيدنا حمزه يا فاطمه الزهراء يا حسن يا حسين يا بدلاء يا نجباء يا نقباء يا اوتاد يا اخيار يا مسلمان جن عموما يا حياه الاولياء ذره الاولياء يا اهل البرزخ مجتمعون يا سادات النقشبنديون يا اولياء الله عامه اجمعين رجال الله اعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى الاعضاء بفضل الله رجال الله اعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى الاعضاء بفضل الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى لحظة بفضل رجال الله رجال الله رجال الله رجال الله أعينونا بفضل الله مدد يا سلطان الأولياء يا سيدنا. Anyone who keep that dua in his house and running on a tape, that house will never see jinn in it or difficulties in shaitan. This is Grand Sheikh, may Allah bless him. He ordered her to recite that dua. It is the golden chain Awliya's name. هم قادیم هم نقشیم نو شیخیم شهاد الله و رحمه الله قریب خطاب